بمناسبه صحيح، قبل ما ادخل في كاس العالم دي جزئيه غايه في الاهميه، انا بس في حد او في ناس تتكلم تقول لك بعد تعادل امبارح يا جماعه يا جماعه المشكله اداريه. يا حبيبي كفايه ضحك، الله يبارك لك، كفايه ضحك. مشكله ايه الاداريه؟ مشكله في اداره ازاي؟ هنعيد نفس السيناريو نفس الشريط. مال الاداره بالموضوع دلوقتي؟ لو انت كلمتني فنيا وفي مشكله فنيا في الفرقه، اوكي اتقبل وعلى راسي من فوق، مقبوله جدا عادي، صح عندك حق، حتى لو انا مش مقتنع بيها بس وجهه نظرك، انت راجل تتكلم فني، جهاز فني غلط، لعيبه قصرت، مش عارف ايه، اتكلم فني براحتك، تغييره مش حلوه، خد راحتك على الاخر. لكن تيجي تقول لي مشكله الاهلي مش فنيه، مشكله اداريه، يا راجل كفايه هزار بقى وضحك بقى، كفايه هزار وضحك، كل ده عشان اغراض معينه انا مش قادر افسرها غير بكده يعني. لكن ما علينا، مش هقف عند الحته دي كتير.